بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون أفضل كريم طبيعي لتجديد البشرة، هيزيل خلايا الجلد الميت وهيرطب البشرة جدا، كمان هيكون علاج لعلامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة، وهيشد البشرة جدا وهيكون مطهر للمسام، وفوق كده كمان هيفتح البشرة جدا ويبيضها ويوحد لونها، وهيكون علاج فعال للبقع الداكنة والتصبغات الجلدية. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج للبطاطس، والبطاطس دي بتكون كنز من الفوائد، مش لازم تستغني عنها أبدا لأنها بتكون كفيلة بحل جميع مشاكل بشرتك مهما كانت صعبة. البطاطس بتكون غنية جدا بالنشا الطبيعي اللي بيفتح البشرة، حتى بيفتح البشرة من أول استخدام لأي وصفة يكون فيها البطاطس. كمان هي بتقضي على البقع الداكنة والتصبغات، وبتكون فعالة في التخلص من الهالات السوداء حول العين، من اروع الحاجات اللي بتخلصك نهائيا من الهالات السوداء. لعمل الوصفه هحتاج لحبه متوسطه من البطاطس، واول خطوه انا عملتها ان انا غسلتها كويس وقشرتها، وهبتدي بقى دلوقتي اقطعها لمكعبات صغيره. قطعت بقى البطاطس لمكعبات صغيره بالشكل ده. هجيب بقى اي حاجه ممكن ارفعها للنار وهبتدي باضافه مكعبات البطاطس اللي انا قطعتها. بسم الله. هضيف بقى دلوقتي على مكعبات البطاطس مقدار كوبايه من الميه العاديه. هرفع بقى دلوقتي الطبق ده على النار وهسيبه لغايه ما البطاطس دي تستوي كويس جدا وتتهري، بس لازم تكون على نار هاديه جدا عشان عايزه البطاطس بعد ما تستوي تحتفظ بجزء من السائل. هرفعها بقى دلوقتي على النار وبعد كده نكمل. ده بيكون بقى شكل البطاطس بعد ما رفعتها بقى من على النار، ان سبتها تستوي على نار هاديه جدا، باقي فيها كميه بسيطه كده جدا من السائل، وشايفين بقى البطاطس استوت كويس جدا ازاي، تقريبا بقت مهريه. هجيب بقى كده الخلاط وابتدي بقى باضافه مكعبات البطاطس المسلوقه بالميه بتاعتها. بسم الله. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا، شايفين بقت ناعمه ازاي، ما فيهاش اي قطع او كتل، وده طبعا لان سلقت البطاطس كويس جدا. كل ما هتسلقي البطاطس كويس وتبقى ناعمه، كل ما هتتخلط وتبقى ناعمه برضو بالشكل ده. هوريكم بقى كمان قوامها دلوقتي بعد ما خلطتها، شايفين بقى قوامها كريميه وناعمه جدا ازاي. نتيجتها هايلة. هوريكوا بقى كمان قوامها، شايفين بقى كريمية وناعمة جدا. لو حابة تضيفي كمان معلقة صغيرة من النشا ده بيكون عادي جدا، وتضيفيها برضو في الخلاط وتخلطيها مع باقي المكونات، بس انا بكتفي بنشا البطاطس لانه برضو بيكون غني جدا بالفوائد. بحتاج لبيضة واحدة، وبفصل البيض عن الصفار بالشكل ده. عمل الوصفة انا هحتاج لصفار البيض، وصفار البيض بيعمل على شد وتنعيم وترطيب البشرة، وبيكون مفيد جدا لأصحاب البشرة الدهنية لأنه بيقلل من حجم المسام وبيمتص الزيوت الزايدة، كمان بيزيل حب الشباب والبقع الداكنة والرؤوس السوداء، وبيشد البشرة وبيكون مضاد للشيخوخة، وبيخلص البشرة من البكتيريا والجراثيم بشكل فعال جدا. هضيف بقى دلوقتي على كريم البطاطس مقدار صفار بيضة. بسم الله. انا هحتاج للكركم، والكركم من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا وتبيضها، بتكون نتائجه مذهلة في تفتيح وتبييض البشرة لأنه بيعتبر البديل الآمن لكريمات التفتيح الغالية جدا، كمان بيكون مضاد للبكتيريا، فبيض على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البثور وأثرها الموجود على البشرة، وبيض على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وبيكون مرطب هايل للبشرة. لعمل الوصفة بقى أنا هحتاج لربع معلقة صغيرة من الكركم، وهضيف بقى دلوقتي مقدار ربع معلقة صغيرة بس كده من الكركم، حاجة بسيطة جدا. ابتديت بقى كده بخلط المكونات كويس جدا مع بعض، لازم تخلطيها لمدة كافية لغاية ما كل المكونات دي تندمج تماما والمكونات تختفي مع بعض، ويفضل كمان لو خلطتيها بالمضرب اليدوي. هخلطها بقى كويس واوريكوا شكلها. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها بقى كويس جدا بالمضرب اليدوي، شايفين بقى قوامها بقت كريمية وناعمة جدا، وكل المكونات اندمجت مع بعض. هجيب بقى علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا وجففتها، وهبتدي بقى اضيف فيها الكريم. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة احتفظ بيه في التلاجة، هيكون صالح للاستخدام في التلاجة لمدة اسبوع واحد بس، بس انا بفضل يعني ان احنا نعمل كمية صغيرة تكفي للاستخدام لمدة يومين او 3 ايام بالكتير، ده طبعا عشان نحافظ على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم تغسلي بشرتك في الاول كويس جدا وتجففيها
وبعد كده تستخدمي بقى عليها الكريم، ويفضل كمان استخدامه بعد استخدامك للغسول. بعد كده بقى تاخدي من الكريم ده وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين، كمان تقدري تستخدميه لكامل الجسم، نتائجه بتكون هايلة في تفتيح الأماكن الداكنة زي منطقة الأكواع والركب، حتى كمان تقدري تستخدميه على أي منطقة يكون فيها تجاعيد أو ترهلات في كامل الجسم. هتدلكي بقى الكريم ده بأطراف أصابع ايديكي بحركات خفيفة جدا لمدة 2 أو 3 دقايق لغاية ما بشرتك بتمتصه تماما، والبشرة بتمتصه بسرعة جدا لأنه بيكون ناعم وبيكون سهل الامتصاص. هتسيبي بقى الكريم ده على البشرة لمدة نص ساعة، وبعد كده تغسليه في الأول بالمية الدافية وبعدها بالمية الباردة، وبعدها ترشي بشرتك بماء الورد أو ممكن ترطبيها بزيت اللوز الحل أو حتى بأي كريم مرطب يكون متوفر عندك. هتداومي بقى على استخدام الكريم بنفس الطريقة دي على البشرة بشكل يومي عشان تاخدي منه أفضل النتائج، يعني هتستخدميه كل يوم لمدة نص ساعة، ومع المداومة والانتظام على استخدامه نتائجه هتكون مذهلة. الكريم ده بيكون غني جدا بالمكونات اللي بتكون غنية بالفوائد للبشرة، فبيعمل على تفتيح البشرة وتبييضها وترطيبها، لأنه بيحتوي على البطاطس، والبطاطس بتكون غنية جدا بالنشا الطبيعي اللي بيفتح البشرة بشكل مذهل، حتى النتيجة هتكون ملحوظة من الاستخدام الأول، فهتفتح البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وأي منطقة تكون داكنة في الجسم. كمان بيكون فعال جدا في التخلص من الهالات السوداء حول العين. كمان بالإضافة للكركم، والكركم من الحاجات الهايلة في تفتيح البشرة، وكمان بيكون مضاد حيوي طبيعي للبشرة، بالإضافة كمان لباقي المكونات اللي ضفناها اللي بتكون فعالة جدا في تفتيح البشرة وترطيبها. كمان هو بيحتوي على صفار البيض اللي بيعمل على شد وتنعيم وترطيب البشرة، فبيكون مفيد جدا لأصحاب البشرة الدهنية لأنه بيقلل من حجم المسام، وكمان بيمتص الزيوت الزايدة، وبيزيل حب الشباب والبقع الداكنة والرؤوس السوداء، وبيشد البشرة، وبيكون مضاد للشيخوخة، ويخلص البشرة من البكتيريا والجراثيم بشكل فعال جدا. الكريم ده بكل المكونات اللي استخدمناها في عمله بيكون ليه فعل السحر حرفيا، بتكون وصفة فعالة جدا لتفتيح البشرة وتبييضها وتوحيد لونها، وبيجدد البشرة وبيزيل خلايا الجلد الميت، وكمان بيرطبها، وبيكون علاج لعلامات الشيخوخة، وبيشد البشرة، وبيكون مطهر للمسام، يعني بيكون وصفة متكاملة. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.